الفرحه بتاعت الفاينل، لان بطوله الدوري هي دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي وللعيبه النادي الاهلي. كل بطوله بتكون طبعا مهمه للنادي الاهلي، الاهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري، ونفس الامر في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن لقب الدوري ده هو الفاكهه، فاكهه جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي لا تقبل سوى التتويج ببطوله الدوري. بالمناسبه بقى نروح بس ايه على الجنب كده شويه، الساعات الاخيره سمعنا حاجات غريبه جدا. بعد ما النادي الاهلي كسب البطوله، البعض على فكره، وانا بتكلم برضو احنا هنا في النادي في قناه النادي الاهلي بنلتزم بالموضوعيه، وبنلتزم اكتر في الرد بارقام، في الرد بارقام، وبنلتزم اكتر بالرد المحترم، بنلتزم اكتر بان احنا بنرد باحترام، ما بنسيش الحد ابدا، احنا بنرد على التجاوزات، البعض اللي بيتجاوز احنا بنرد عليه، ولكن لينا طريقتنا في الرد، الرد بتاعنا محترم وما بيزيدش عن اي حاجه مش كويسه. الفتره الاخيره بقى بمجرد ما النادي الاهلي كسب البطوله، لقينا بعض الناس بتتكلم بتقول ايه بقى، ان ده دوري ابطال افريقيا ده ضعيف جدا. طيب ضعيف مقارنه بايه ضعيف؟ قال لك مقارنه بالدوري، هنيجي برضو نقارن بعد كده دوري ابطال افريقيا والدوري ارقام برضو. طبعا كلام غير منطقي، ليه؟ لان النفوس دي اللي بتقول كده بتحقد على النادي الاهلي وبتحاول دايما تقلل من نجاحاته. طيب حضرتك هتكلمني وتقول لي بطوله دوري ابطال افريقيا ضعيفه، خلي بالكوا ده طبعا مش وجهه نظر، دي مش وجهه نظر، ده هو قصد بيها حاجه تانية، قصد بيها انه يقلل من مكسب النادي الاهلي وفوزه ببطوله افريقيا، هو عايز يشوه كل نجاح للنادي الاهلي. طيب ماشي، هفترض مع حضرتك ان البطوله ضعيفه، سعادتك كنت فين منها؟ انا بتكلم للناس اللي بيتجاوزوا وبيقولوا الكلام ده. طيب حضرتك ما كملتش ليه؟ حضرتك ما كسبتش ليه؟ ما خدتهاش ليه؟ هما كان في نادي، عشان برضو نتكلم بوضوح، كان في ناديين في مصر هما اللي شاركوا في النسخه الاخيره في دوري الابطال، طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك. نادي الزمالك خرج من دور المجموعات ولم يتاهل، وعلى فكره ده لا يعيب نادي الزمالك، نادي الزمالك عنده عناصر فنيه هايله، عنده جمهور عظيم، ولكن دي امور بتحصل في اي حته في الكوره، بتحصل في الكوره انك ممكن تفشل، ممكن تتهزم، وده اللي حصل، لكن في النهايه اللي كمل هو النادي الاهلي. نادي الزمالك فشل في التاهل عن مجموعته، لكن النادي الاهلي واصل المشوار، واصل بقوه وبروح قتاليه عاليه. واجه بقى فرقتين، لما حضرتك بقى بتقول لي ان البطوله ضعيفه، تعالى بقى نشوف اخر فرقتين لعبهم النادي الاهلي قبل ما يوصل فاينل، سان داونز والترجي. سان داونز اللي هو بيعد من اقوى الفرق الافريقيه في القاره الافريقيه، سان داونز اللي النادي الاهلي كسبه هنا 2-0 وتعادل هناك 1-1، ده سان داونز اللي هو كان مرشح من ضمن المرشحين للعب الفاينل. بعد كده النادي الاهلي لعب مع الترجي. نقف وقفه هنا، لان بدايه من ماتش الترجي والاداء الفني والاداء البدني للعيبه النادي الاهلي، من ماتش الترجي لحد النهارده في اعلى مستوياته، في اعلى مستوياته، سواء في بطوله افريقيا او في ماتشات الدوري كمان. النادي الاهلي كسب الترجي التونسي القوي اللي انتوا بتقولوا عليه ضعيف رايح جاي 1-0 و3-0، ونادي الترجي كان مؤهل مع الوداد اللي هو خرج من كايزر تشيفز. طب حضرتك بتقول الترجي ده ضعيف، ماشي الترجي ضعيف، اقول لحضرتك نتائج الترجي ولا هفكرك بماتشين؟ بس هفكرك بماتشين. نادي الترجي التونسي الضعيف كسب نادي الزمالك في دور المجموعات رايح جاي، لا تعليق. نادي الاهلي صعد بعد كده للنهائي لمواجهه فريق جنوب افريقي اخر هو كايزر تشيفز. على فكره كايزر تشيفز ناس برضو قللت من امكانياته بمجرد ما وصل الفاينل، ده وصل الفاينل على حساب انديه قويه جدا، سيمبا وبعديه كمان الوداد اللي هو كان مرشح ان هو ياخد البطوله.
يبقى معنى كده طالما وصل فاينل وطلع الفريقين دول اذا هو فريق محترم من الاخر. طيب الاهلي كسب ليه؟ الاهلي كسب لان كان عنده الرغبه الكبيره والاصرار الاكبر والاكثر نظاما واحترافيه. عشان احنا عندنا حاجه موجوده في النادي الاهلي، مفيش سقف للبطولات. احنا عشقنا للبطولات لا ينتهي. الاهلي توج تتويج مستحق بالبطوله العاشره. اللي اكدت حاجه كمان اكتر، اللي كانوا بيشككوا في ان التاسعه جات لنا بالحظ. لا، العاشره اللي احنا جبناها عن استحقاق تاكد ان التاسعه والقاضيه ممكن خدناها عن جداره واستحقاق. فكلامك عن ضعف بطوله دوري ابطال ده بيدينك انت. بيدينك انت. قبل ما تقول ان البطوله ضعيفه، بص اقرا الارقام. شوف ايه اللي حصل. طيب سيبنا من دي. السنه اللي فاتت لما الاهلي والزمالك وصلوا فاينل، هل ده كان سببه ضعف المنافسين او ضعف البطوله؟ استحاله. ما قلتش الكلام ده ليه ساعتها؟ لان وصولهم كان للفاينل كان عن جداره. وتتويج النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك كان عن جداره ايضا. وتتويج النادي الاهلي السنه دي بالعشره برضه عن جداره. سواء انت اعترفت بكده او ما اعترفتش. في الاخر في تاريخ والتاريخ بيسجل. التاريخ بيقول ايه؟ والارقام بتقول ايه؟ وده ردنا دايما. احنا ردنا بالارقام وردنا في الملعب. التاريخ بيقول ان النادي الاهلي توج ببطوله دوري ابطال 10 مرات. المنافس اللي بعده كام؟ 5 مرات. يعني البطوله الضعيفه دي محدش عارف يكسبها اكتر من النادي الاهلي. خلاص خلصنا من البطوله، خش على اللي بعده. طيب لو قلنا البطوله الافريقيه دي ضعيفه، طيب ايه الاقوى من وجهه نظر الناس اللي بيقولوا ان البطوله ضعيفه؟ ايه الاقوى؟ بطوله الدوري؟ تعال لي بطوله الدوري. ارقام برضو، انا بتكلم بالارقام. احنا لينا ايه الارقام في الاخر. الاهلي كسب البطوله 42 مره، وان شاء الله السنه دي تبقى البطوله 43. بس احنا بنتكلم على اللي حصل. اللي حصل بيقول ايه؟ ان البطوله الاقوى اللي انت بتقول عليها اقوى من بطوله افريقيا، النادي الاهلي كسبها 42 مره، والنادي الاهلي عنده فيها ارقام تاريخيه وقياسيه. واقرب المنافسين، مش عايز اقول لكم الارقام لان الارقام هتفوجئوا بيها، ورابها مسافه بعيده جدا جدا جدا. اقرب المنافسين عنده 12 بطوله. طب ولا تزعل، اللي جاي اخر 5 سنين مش بطوله الدوري الاقوى؟ اخر 5 سنين مين اللي كسب بطوله الدوري؟ فريق واحد بس، النادي الاهلي. يعني الفرق 30 بطوله بين في الدوري، في بطوله الدوري القويه الاقوى اللي البعض بيقول عليها اقوى من بطوله افريقيا. الفرق 30 بطوله بين النادي الاهلي واقرب المنافسين في بطوله الدوري. ده ايه من وجهه نظر؟ هي مش وجهه نظر، انا مش مقتنع انها وجهه نظر. هي مش وجهه نظر، هو عايز يقلل من شانك، هو عايز يقلل من المكسب اللي انت عملته. بس هو ده قصده، انما هو عارف من جواه ان كل الكلام ده كده وكل الكلام ده مش حقيقي. هو بس عايز يبوظ فرحتك، عايز يقلل من مكسبك. عارفين ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني؟ مع احترامي لكل الانديه، ان النادي الاهلي افعال لا اقوال، افعال لا اقوال. لكن الناس التانيه بتقعد تتكلم كتير ومفيش شغل وتقعد تهرتل باي كلام. هم عايزين بس يفشلوا النادي الاهلي. يعني هم مش بيفكروا في نجاحهم، لا، هو عايز يفشلك انت، عايز يحطمك انت، عايز يشوه اي صوره ليك انت كويسه. هو تفكيره بس يشوه اي انجازات بيعملها النادي الاهلي، ولكن ما بيركزش مع ناديه. عشان كده النادي الاهلي كل يوم بطوله، كل يوم في حته تانية، كل يوم في تقدم لحد ما وصل للعالميه. خلي لكم انتوا الكلام. احنا في الاهلي بنحب البطولات، وردنا بيكون في الملعب، وردنا ارقام. نرجع بقى لماتش النهارده. طبعا ماتش النهارده قدام نادي البنك الاهلي، ولو حضراتكم فاكرين
الماتش الاولاني كنا راجعين برضو من مكسب. عايز اقول حاجه بمناسبه بعد ما بنرجع من بطوله او ماتش كبير، احيانا بيبقى فيه ايه،